السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الحصري والفني. وحتى لا أطيل عليكم، دائما نبدأ بعناوين هذه الحلقة. بعدما أثار ضجة عبر السوشيال ميديا، أيمن السرحاني يعتذر للمغاربة. فنانون مغاربة في بيت زينب الناجمة لرفع معنوياتها قبل إجراء عملية جراحية. الوضع الصحي لكاظم الساهر يثير قلق محبه. الفنانة البحرينية حالة ترك تذرف الدموع، والتفاصيل في هذه الحلقة. سوريا مثيرة للجدل تطلب الزواج من الفنان التائب أدهم نابلسي. بادر الفنان المغربي أيمن السرحاني يوم أمس الخميس بالاعتذار لجمهوره ومتتبعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الجدل الكبير الذي أحدثه بعد ظهوره في شريط مباشر عبر منصة التيك توك وهو يتلفظ بكلام ناب وساقط. وأطل السرحاني على جمهوره في بث مباشر عبر منصة التيك توك ليوجه رسالة اعتذاره لمتابعيه، مستثنيا الأشخاص الذين انتقدوه وكانوا سببا في فقدان السيطرة على أعصابها على حد قولها، معبرا عن ندمها. وقال السرحاني: سمحوا لي انا هبلت صافي، ما بقيتش كاع انايا، ما بقيتش ايمن في الجسم ديالي، ما كانش ايمن. قلت كلمه ما كتعجبش، كلمه ما كتقاش، كلمه ماشي ديال وجهي وماشي ديال وجهكم، قلتها وراني ندم عليها. وقال السرحاني: سمحوا لي انا هبلت صافي، ما بقيتش كاع انايا. وترجع تفاصيل الواقعه الى دخول السرحاني في مواجهه مباشره مع بعض المعلقين عبر حسابه على تطبيق التيك توك، وبالاخص من طالبوا منه التركيز على عمله كفنان والابتعاد عن التسول ومنافسة الشباب الباحثين عن الشهرة والمال عبر هذا التطبيق. ولم يتقبل أيمن السرحاني ما جاءت به بعض التعليقات ليفقد أعصابه ويشرع في مهاجمة منتقديه، مستعملا عبارات نابية وساقطة، وهو الفيديو الذي أثار ضجة عارمة عبر منصات السوشيال ميديا. الجدير بالذكر، فقد كان الفنان أيمن السرحاني قد شوق متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام قبل حوالي شهر لجديده الفنية الغنائية الذي يعتزم إصدارها، وهو عمل يدخل في خانة الراي ويجمع بين الإسبانية والمغربية. في عز أزمتها الصحية ومقاومتها لمرض السرطان، حرص عدد من الفنانين المغاربة على مؤازرة زميلتهم الفنانة زينب الناجمة ورفع معنوياتها، لا سيما أنها مقبلة على عملية جراحية. ومن ضمن هؤلاء الفنانين الفنان رشيد الوالي الذي خص الناجمة بزيارة رفقة زوجته ابتسام شكارة. وفي الزيارة التي وثقها الوالي من خلال صورتين تقاسمها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، وعلق الوالي على هذه الصورة قائلا: قمة في الكفاح ومقاومة هذا الورم الخبيث، استقبلنا بابتسامة مشرقة وفرح لا يوصف، كيف لا وهي في عناية عائلتها وأشخاص يتمنى كل فرد منا أن يجد مثلهم يدعمونه ويقفون معها. وأضاف الوالي قائلا: تخجل أن تضعف أنت، وتخجل أن تخرج من بيتها وفي نفسك ذرة شك في شفائها إن شاء الله. هكذا زينب هي ووالدها الرجل الطيب الصبور، ما شاء الله عليك أختي، وطهور طهورة طهورة بإذن الله، نحبك. ودعوات كل المغاربة سيستجيب لها الله، إنه سميع مجيب. بدوره الفنان مراد العشابي وثق زيارته للفنانة زينب الناجم، وعمد على تقاسم صوره رفقتها عبر الانستغرام معلقا عليها: تمر الممثلة الموهوبة زينب الناجم اليوم بمحنة صحية صعبة، لكن بثقة عالية في الله وفي النفس لهزم الداء اللعين والجبان أيضا. وتابع: أعترف أني سعدت اليوم بزيارة ممثلتنا زينب التي كانت في منتهى لياقتها البدنية وبمعنويات مرتفعة جدا. زينب بحال الحوتة تعيش في ماء التشخيص وزبد الإبداع الذي تهزم به الذاء الخبيث. الله معك أختي زينب وبالشفاء العاجل يا رب. وإضافة للفنان رشيد الوالي وزوجته والفنان مراد العشابي، فقد حرصت الفنانة الشابة سناء حاج أيضا على التواجد خلال هذه الزيارة التي نسقها أصدقاء الناجم فيما بينهم بغية
الاطمئنان على وضعها الصحي ورفع معنوياتها. يشار إلى أن الفنانة منال الصديقي كانت من أوائل الفنانين الذين حرصوا على زيارة الناجم والاطمئنان على وضعها الصحي، لا سيما أنه سبق لها أن عاشت ذات التجربة قبل أن تنتصر على مرض السرطان. بالمقابل حرص فنانون آخرون على دعم ومساندة الفنانة المغربية الشابة عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وذلك من خلال رسائل الدعاء والمؤازرة. ويشار إلى أن زينب الناجم التي خضعت للعلاج الكيماوي كانت قد أعلنت مؤخرا أنها بصدد الاستعداد لإجراء عملية جراحية. غصت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بفيديو للنجم العراقي كاظم الساهر وثق لحظة صعوده الدرج بصعوبة، وذلك خلال حفله الأخير الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية يوم 7 من شهر ماي الجاري. وأثار كاظم الساهر قلق محبيه الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى التساؤل عما إذا كان يعاني من مشاكل صحية، كما سعوا إلى الاطمئنان على وضعه الصحي بالمقابل. ومن أجل طمأنة جمهور الفنان العراقي كاظم الساهر، عمد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نشر مقطع مصور للساهر من حفلة بلوس أنجلوس يرجع تاريخه إلى منتصف شهر مارس المنصرم، كان قد أعلن فيه تعرضه لكسر برجله اليسرى. وظهر كاظم وهو يصرح: بس اسمحوا لي معذرة، عندي رجل مكسورة لذا كل شوي أروح، يعني أنا واقف بالعافية والله سامحوني. من جهة أخرى، كان كاظم الساهر وخلال جولته الفنية الأمريكية التي استهلها من مدينة هيوستن يوم 11 من مارس الماضي، قد ظهر خلال هذا الحفل وهو يغني على كرسي استعمله لمساعدته على مواصلة حفله الذي أكمله بين الغناء جالسا وواقفا. من جهة أخرى، وبعد نجاح حفله بالرياض، يستعد كاظم الساهر لإحياء حفل جديد بالعربية السعودية، وذلك يوم 12 من مايو بمدينة جدة. أما على صعيد الأعمال الفنية، يستعد الساهر لطرح عمل جديد باللهجة العراقية بعنوان سر الحكايات، وهو العمل الذي سيشكل تعاونا بينه وبين الملحن العراقي حسين علي. تأثرت الفنانة الشابة حالة ترك باحتفال طاقم العمل الذي شاركته إحدى المسرحيات بعيد ميلادها، الأمر الذي لم تتوقعه. وظهرت حالة ترك على خشبة المسرح وهي تذرف الدموع بسبب تأثرها بالموقف، حيث وجهت من خلال برنامج إيتي بالعربي رسالة شكر لكل من ساهم في المفاجأة. وفي سياق متصل، كانت حالة ترك قد تجاهلت أخيرا والدتها منى الصابر التي عمدت على تهنئتها عقب مشاركتها في الإعلان الخاص بشركة زين للإتصالات. ونشرت الصابرة تدوينة كتبت فيها: حلاوي كوني على قد المسؤولية، كوني نجمة وانتي قمر والحلا كله، انتي بنتي حبيبتي القوية، اعرفك ذكية وتحبين شغلك وتخلصين لها وصبورة، الله يعطيك من اوسع ابواب ويسخر لك الارض وما عليها، وتكون ملائكة حاضرة وتحميك من كل عين ومن كل شر. ما اوصيك ماما حلاوي، ديلي بالك على روحك وروح امك، احبك الله يرضى عليك. عرضت الشابة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري على الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي الزواج بها بعدما عبرت عن إعجابها الكبير بها. وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه إنجي وهي تتحدث على المباشرة وتعبر عن أمنيتها في الزواج من أدهم نابلسي. وقالت إنجي: تعرف إذا أدهم نابلسي يتجوزني أنا بتحجب وألبس خمار وبروح أصلي وأتوب وأبعد عن الهاتف. وأردفت السورية بشأن نابلسي قائلة: بس يتجوزني يأبرني ما أجمله. وأضافت: أدهم تقبل تتجوزني. يشار إلى أن أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الفن في ديسمبر الماضي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق الانستغرام. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة، شكرا على حسن المتابعة، ودائما سنأتيكم بالجديد. فقط لا تبخلوا بالإعجاب وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. ولمن لم يشترك في القناة فليحاول أن يشترك وينضم إلى عائلة كوكب الفن، فدائما الجديد في هذه القناة، لأننا نقدم كل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والترفيهية. أستودعكم الله، إلى اللقاء.